النقل البري إلى الإضراب اليوم. عون لخريجي دورة فجر الجرود. بل انتصار في معركة ضاع هدفها وبدأ ضرب النار داخل الخندق. بري يسحب المادة 69 من الدستور. الرئيس بري يطالب اللبنانيين المعنيين بهذا الملف التواضع من أجل إنقاذ البلد. نقطع السطح. بعد البحر كسرت آل الحريري تردم السهل. كيف بتنزل الإمبراطورية بتمحي بدين محى كلها جبال الخضر، وهذا المشروع لدولة الرئيس سعد الدين الحريري. شلال فوق جسر الفيدار الآيل للسقوط. دائما في غياب للصيانة نظرا لعدم وجود اعتمادات من قبل وزارة الأشغال. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. 73 عاما وعينك ملء الوطن والزمن، بمجدك احتمينا عندما سيجت بالقلب الأرض والدار، ويوم ألقيت تعبك على غفوة شهدائك لراحوا وصارت صور مثل في العمر على الحيطان، مثل غفوة سالم على جبال الصوان. 73 عاما وعمرك يزهر شرفا تضحية ووفاء، وأعمارنا تكللها بغار الخوذات الخضر وخبطة القدم الهدارة. على تلة جرد حفرت عليها في مثل هذه الأيام نصرا مبينا على إرهاب أسود تسلل في عتمة ليل ليقض مضاجع القرى وعنابر الفرح المعتق بالانتماء. فكان فجر الجرود، وكنت جيشنا والقلم. وعلى نية صناع النصر وشهدائه أطلق رئيس الجمهورية ميشيل عون اسم العملية على دورة تخريج الضباط، ومن هناك امتزجت مشاعر الفخر بالانتماء إلى مؤسسة الوطن العسكرية بأزمة التأليف الحكومية وما بينهما ملف عودة النازحين الذي يطبخ على نار دولية. في المناسبة التي اصطف فيها الرئيسان والرئيس المكلف يعينون وحدة مؤسسة حفظت وحدة وتماسك وطن بأسره حربا وسلما، لم يكلفوا أنفسهم تواضعا يحمي بالسياسة ما أنجزه الأمن بالعسكر. رئيس متمسك بلازمة أنا أو لا أحد ولا بديل من التكليف، ورئيس لمعت في عينيه سيوف اليرزي فامتشق في عين التين سيف المادة 69 من الدستور التي تعطي المجلس النيابي الحق في التشريع في زمن تصريف الأعمال. لكنه أعاد السيف إلى غمده وآثر التروية لكي لا تفسر الأمور في غير مكانها. لكن رئيس الجمهورية المعنية الأساسية بحماية العهد كي لا يتحول إلى عهد تصريف أعمال وضع نفسه والجميع أمام مسؤولياتهم، وبرسالة أمر اليوم قال: لا انتصار في معركة ضاع فيها الهدف وبدأ ضرب النار داخل الخندق. فاللبنانيون ينتظرون حكومة لا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، جامعة لكل المكونات من دون تهميش أحد أو إلغاء دوره ومن دون احتكار أي طائفة للتمثيل. رمى رئيس الجمهورية الرهان على تعاون الجميع لتأليف الحكومة في مرحلة دقيقة ومملوءة بالتحديات، ووضع نصب الأعين النهوض بالوطن والاقتصاد وقطع دابر الفساد وإغلاق ملف النازحين. وكل هذه الأهداف يمكن تحقيقها إذا صدقت النيات وتضافرت الإرادات. لكن قطع دابر الفساد الذي رفع في اليرزي إلى رتبة الهم الأول لم يمر على الطريق الفرعية المؤدية إلى كفر فلوس، حيث أقام الرئيس المكلف سعد الحريري وأخوانه بالتكافل مع وزيري الداخلية والزراعة إمارة من كسارة ستحول جبلين إلى سهل تحت سطح الأرض. والوثائق في سياق النشرة.
البداية من تحرك قطاع النقل البري الذي عاد إلى الإضراب اليوم، وقد بدأت الشاحنات والباصات منذ بعض الوقت بالتجمع أمام هيئة إدارة السير والآليات في الدكويني. التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميل غدي بوموسى. غدي، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير كلارا، وصباح الخير للمشاهدين. نحن مباشرة في الدكويني وتحديدا في مصلحة تسجيل السيارات، حيث ينفذ عدد من أصحاب الشاحنات والصهاريج، ويمكن قول أن القطاع النقل البري اليوم ينفذ اعتصامات ليس فقط في الدكويني بل أيضا في عديد من مراكز تسجيل السيارات، إلا أنه يمكن القول أن في الدكويني هو الاعتصام الأبرز. وحتى الساعة يمكن وصف هذا الاعتصام بأن عدد القوى الأمنية هو أكبر من عدد المعتصمين، وأن ايضا يعني حضر يعني عناصر من مكافحه الشغب، ولكن حتى الساعه الاجواء هادئه ولا احتكاك ابدا بين المتظاهرين والقوى الامنيه، باستثناء يعني تلاسن بسيط جدا حصل منذ قليل، كما نرى ايضا بعدسه الزميل هادي درويش الصهاريج وايضا الشاحنات اصحابها أوقفوها في هذا المكان لتسجيل موقف وليطالبوا الدولة بالاهتمام بقطاع النقل البري، وأيضا بمطالب عديدة منها الاهتمام بمكافحة الأرقام ولوحات السيارات العمومية المزورة، وأيضا مكافحة اليد العاملة الأجنبية التي يقول يعني ما يصفه المعتصمون بالسائقين غير الشرعيين، يجب مكافحتهم ويشددون على هذا المطلب. أيضا سنتحدث مع أستاذ شفيق الأسيس، نقيب شاحنات. خبرنا اليوم عن هذا الاعتصام. اليوم نحن عندنا كل جمعة اعتصام بمحل، لما ما عم يلبوا لنا المطالب ما عم يجتمعوا فينا، هيك رح يصير كل جمعه في اضراب بمحل. اليوم هون مصلحه تسجيل السيارات، نحن مش قصدنا نوقف ونسكر المصلحه، ان قصدنا نعمل اضراب بين العالم، عملنا الاضراب والناس شايفه وايشها، بس بدنا نشوف هالمسؤولين اللي هن عم يسمعوا وعم بيشوفوا شو بدهم، ما بيجتمعوا فينا وبيشوفوا شو المطالب. اخذ الحق علينا وما معنا حق، نحن بنوقف الاضراب، ما حدا بيجتمع فينا وحدا بيرد علينا، شو نحن مش لبنانيين؟ نحن بدنا مطالبنا تتحقق. صار معهم خبر كلهم وعندهم ليستا، ما بقى في حدا يقول ما معي خبر، كنا بالاول يقولوا ما معنا خبر، لما اخذنا لهم الطلبات كلها توزعت على كل الاعلاميين ما بقى في عذر لاي نائب او وزير او حدا مسؤول عن من هالموضوع، كلهم معهم خبر. بدنا المطالب اللي هي محقة، اللي هي نحنا مش بس يفسروا هن قانون السير على ذوقهم، احنا بدنا القانون يتطبق بحذافيره، مش بس على السرعة، بتلاقي بيعدوا لك ملايين سرعة، يا للعالم شو بس السرعة يعني في بلبنان قانون السير بس السرعة؟ في 100 طلب بعد غيره. يعني في اهميه للكل، يعني طبعا لازم القياده بطريقه قانونيه وعدم تخطي السرعه، ولكن ايضا انت عم طالب انه يكون في اهتمام بحقوق او بمطالب اخرى. اليوم كمان بالاسبوع الماضي كنا عم نحكي عن بعض اصحاب سيارات العموميه والباصات يلي قالوا على الكاميرا انه هن فقدوا الثقه، كرمال هيك ما عم بيشاركوا ابدا بالاعتصامات. اليوم العدد فينا نقول مش كتير كبير، فبرايك العالم كيف بدها ترجع توثق بتحركاتكم؟ عم بيحملوكم انتم كمان مسؤوليه مش فقط الدوله، انتم عم حملوا الدولة، هن عم بيحملوكم انتم المسؤولية، وعم بيقولوا انه ما في ثقة، وعم بيقولوا نحن ليش بدنا نشارك طالما ما في نتيجة. من الليل الدرك موجود هون، ليش خلوا فوتوا كميونيت؟ يعني الدرك كله موجود، في عدد درك أكثر ما في عدد شاحنات بلبنان، حتى ليخذوا العين البركي، جابوا لنا الشغب كمان بالآخر، ونحن مش مشغبين. العدد اللي موجود من الدرك ما عم يخلوه انه يصير في تحرك ويصير اعتصام مزبوط، ليش هو انه الدنيا بالكثره؟ يعني انا ما دعيت لتعبئه عامه انه جيب الشاحنات كلها تعمل اضراب، في كثير شاحنات اذا بدني اضربه كلهم بسكروا لبنان، نحن هيك بدنا نسكر الدوله كلها وسكر شغل العالم؟ نحن ما بدنا نضر الناس، نحن كل اسبوع بيكون هذا كل اسبوع بيكون هذا حديث، ما راح يكون في تعبئه، برايك هذا الشيء ما بياثر شوي على وصولكم اسرع لمطالبكم؟ لا، كل جمعة بدنا نعمل أكثر حتى نشوف بالآخر نرجع للتعبئة عامة،
اخر شيء بعد ان شاء الله طريق مسكره بدنا ندعي تابعه عامه نحن واضروا كل العالم. نحن مش بس للشاحنات ولا للسيارات صغيره، للشعب اللبناني كله. لما بنوفر على الواحد ميكانيك، انت اذا سيارتك وفرت عليك بالسنه 50-60 ألف عم تكون مضرور منها. شكرا شكرا لحضرتك. ايضا سريعا يعني بعض اصحاب الشاحنات والصهاريج خبرنا. نحن مع النائب، نحن مع النائب، نحن بيمثلنا النائب. ما بتحكوا انتو؟ مش ما بنحكي النائب. نعم حدا بس بيحب، نحن بنوصل صوتكم، حدا بيحب يقول اي. احنا عم نتمنى من الدولة انه تستجيب القرارات القانون اللي هي عملته، انه تستجيب وقال له هتنفذ القانون، نفذ القانون، نحن تحت القانون، ما بدنا اكثر من هيك. نحن عم نضطر كل اسبوع نجي ونعمل اضراب وما فيها، ما حدا عم يرد علينا، ما عم يعني كشوفيريه كاميونات نحن نعطل اشغالنا ونعطل العالم ونجي. إذا كلارا، هذا اعتصام مستمر حتى الساعة 10 في العديد من مصالح تجيل السيارات في لبنان، وعند الساعة 10 سيكون هنالك مؤتمر صحفي بحضور رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر وأيضا أستاذ بسام طليس. نعم. والحاضرون هنا سيكونون في هذا المؤتمر لإيصال صوتهم، لينتهي الاعتصام بعد هذا المؤتمر بدون أي توجه لا إلى وزارة الداخلية ولا إلى أي مكان آخر. نعم شكرا لك غدي بوموسى، طبعا نعود إليك في حال ورود أي جديد، فضلا عن نقل المؤتمر الصحفي عند الساعة 10. شكرا. تخريج 35 ضابطا من دورة فجر الجرود في العيد 73 للجيش اللبناني. ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يؤكد عزمه على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة. بحضور أركان الدولة وحشد من الشخصيات العسكرية والسياسية والفعاليات الدينية والدبلوماسية، احتفلت قيادة الجيش بعيد المؤسسة 73 في الكلية الحربية في الفياضية. الاحتفال ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الذي أثار الانتباه فور وصوله بالطريقة التي صافح فيها رئيس الحكومة سعد الحريري والتي وصفت بالأقل من عادية مقارنة بالطريقة التي صافح بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. لهذا العيد نكهة خاصة مكللة بالإنجازات التي سطرتها المؤسسة العسكرية في القضاء على الإرهاب، وما معركة فجر الجرود التي اختير اسمها لدورة الضباط المتخرجين هذا العام إلا واحدة من هذه الإنجازات. باسم هؤلاء الفتيان أطلب تسمية دورتهم دورة فجر الجرود. الرئيس عون وبعد قراءة المراسيم من قبل الوزيرين يعقوب الصراف ونهاد المشنوق سلم السيوف ل 35 ضابطا، 24 منهم في عداد الجيش اللبناني، 10 منهم في عداد قوى الأمن الداخلي، وضابط واحد في عداد أمن الدولة. أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وزودا عن وطني لبنان. لم يمر الاحتفال بعيد الجيش دون كلمة من الرئيس عون توجه فيها إلى العسكريين المتخرجين، مستذكرا شهداء الجيش ومتطرقا إلى ملفي النازحين والحكومة. فلا انتصار في معركة ضاع هدفها وبدأ ضرب النار داخل الخندق، وهدفنا اليوم وفي المرحلة المقبلة هو النهوض بالوطن والاقتصاد وقطع دابر الفساد وقيام الدولة القوية والقادرة وإغلاق ملف النازحين بعودتهم الآمنة إلى بلادهم. ولابد في هذا المجال من التعبير عن امتنان لبنان للمبادرات التي تهدف إلى اعتماد إجراءات عملية تؤمن عودة آمنة للنازحين. فعزمنا واضح، وهو أن تكون هذه الحكومة جامعة للمكونات اللبنانية دون تهميش أي مكون أو إلغاء دوره،
ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف. وإذا كانت بعض المطالب قد أخرت حتى الآن تشكيل الحكومة في مرحلة دقيقة ومليئة بالتحديات بالنسبة إلى لبنان، فأود هنا أن أجدد تأكيد عزمي بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهناً على تعاون جميع الأطراف. وخلال الاحتفال قدم لواء الحرس الجمهوري عرضاً عسكرياً مميزاً كان بمثابة تحية في ذكرى معركة فجر الجلود. وختاما كانت الصورة التذكارية التي رمى المتخرجون أثناء التقاطها قبعاتهم إذانا منهم ببدء مرحلة جديدة من حياتهم تحت جناحي المؤسسة العسكرية بشرفها وتضحيتها ووفائها. حليمة طبيعة، قناة الجديد. وبعد الاحتفال استقبل الرئيس عون قائد الجيش على رأس وفد مهني مهنئ عفوا بعيد الجيش. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنه من دون الجيش ليس هناك من وطن، مشيرا إلى أن دعمه للجيش أمر طبيعي قائلا: الجيش جزء مني، ومشيدا بالأداء الذي قام به في عمليتي فجر الجرود وعرسال وما تلاهما. نحن بحاجة لجيش تقنيا يعني محترف بالفعل. اليوم حضرنا عرض، امبارح حضرنا فجر الجرود، وحضرنا كمان عملية أرسال. إيه تقنيا حرفيا يعني أنتوا أتقنتوا هالعمل هيدا، بتأمل منكم تكملوا. كلام عون جاء في خلال استقباله ظهرا في قصر بعبدة قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من ضباط الجيش الكبار الذين قدموا له التهاني لمناسبة عيد الجيش 73. واستذكر قائد الجيش الزيارة التي قام بها الرئيس عون لغرفة العمليات فور انطلاق عملية فجر الجرود وصولا إلى العملية الأخيرة التي نفذها الجيش ضد تجار المخدرات في بريتيل. تذكر لما جيت عند حضرتك تشرح لك خطة فجر الجرود، كلمتك قلت لي إياها: عندي ثقة فيكن إنه رح تنجحوا، بس قلبي على العسكر. هيدي المحبة مش جديد، دعمك منه جديد. بالإضافة لزيارات اللي قمت فيها لغرفة العمليات، لمديرية المخابرات، وأخيرا لكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، نحنا بنوعدك رح نكفي بالمهمات بنفس النمط يمكن لا أكتر، لحتى نودي السفينة عبر الأمان مع حضرتك. وبهالمناسبة بنقول لك تنعاد عليك، وكل عيد وفخامتك بألف خير، وكل عيد والجيش بألف خير. وفي الختام قدم قائد الجيش إلى رئيس الجمهورية الكتاب المجلد الذي أطلقته قيادة الجيش قبل أيام بعنوان قلب الأمة، ويتضمن صورا تجسد محطات تاريخية في مسيرة الجيش، كما تبين تطور التدريب الذي بلغه، موقعا من أعضاء المجلس العسكري قبل أن يلتقط الصورة التذكارية. كسرت كفر فالوس مشروع كشفه النائب زياد أسود عبر برنامج الحدث، ولاحقت الجديد خيوطه حتى الوثائق. مشروع بملايين الدولارات كشفه النائب زياد أسود يتعلق بكسارة في كفر فالوس، بطلها رئيس الحكومة والوزير غازي زعيتر وفق أسود. تعمل 525 مليون دولار أرباح. مين بالملف طلع؟ الرئيس الحريري، هذا العقار له، زائد غازي زعيتر، وزائد زائد زائد زائد. عمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإنشاء مستشفى وجامعة ومساكن للطلاب، إضافة إلى منشآت إنمائية أخرى في بلدة كفر فالوس قضاء جزين. منطقة جزين اختار الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتكون منتجع سياحي واستشفى ومدارس وجامعات. كيف شفت تعمدت هالمنطقة على بعد أمطار عم تشوف الجامعات قبلك. بقى هلأ اللي صار من بعد ما متوفى هو عم بيعملوا خارج إرادته. بعد استشهاده انتقلت ملكية هذه المنشآت وعقارات أخرى في البلدة إلى أولاده، ومن بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري. نعم
نحن ما معنا مصاري للانتخابات منيح. من المعروف أن الوضع المالي للحرير الإبن متدهور، وعليه يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال لتصريف أعمال غير شرعية تضر بالبيئة في بلدة كفر فالوس، ليحول 3 تلال مساحتها نحو 2 مليون متر مربع إلى سهل. الجديد حصلت على جميع مستندات الملف، والرواية تعود إلى 1 تشرين الثاني عام 2017، حين أرسل وزير الداخلية نهاد المشنوق وثيقة إحالة إلى محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، تنص على الموافقة على تنفيذ أعمال استصلاح في عدد من عقارات كفر فالوس لمصلحة شركة زينة العقارية. السجل التجاري للشركة يظهر أن ملكيتها تعود إلى شركات عدة، من بينها FRH Holding وشركة إيراد للاستثمار وشركة المال للاستثمار. وبالبحث عن هذه الشركات يتبين أن شركة FRH يملكها فهد الحريري، وشركة إيراد يملكها الشقيقان فهد وهند الحريري، أما شركة المال للاستثمار فيمثلها أيمن وفهد وهند ونازك وبهاء، إضافة إلى سعد الحريري. أي أن ترخيص المشنوق كان لمصلحة عائلة الشهيد، لكن المشنوق ألغى الرخصة بعد نحو شهر من إحالتها إلى محافظ الجنوب. في هذا الوقت وبعد الترخيص الأول لشركة زينة، أنشئت شركة أوك هيلز في 11 تشرين الثاني عام 2017، وأبرز المساهمين فيها سعد الدين رفيق الحريري، علاء خواجة، أيمن الحريري، وحسام سعد الدين الحريري. ورخص لهذه الشركة وزير الداخلية نهاد المشنوق في أواخر نيسان عام 2018، وتجيز الرخصة استصلاح العقارات التابعة للشركة مع السماح بأعمال الحفر وتكسير الصخور ونقلها لاستخدامها في مشاريع لمصلحة الدولة اللبنانية، أي ما يعني فتح كسارة بمساحة 2 مليون متر مربع. نحن هون بمنطقة اسمها ماروس البرانية وماروس الجوانية، هذه طابعة تابعة عقاريا لبلدة كفر فالوس، وهي امتداد لبلدة صفراي اللي رح نعاني من مشكل كبير فيها لبلدة صفراي بوجود هالحفر اللي عم بيصير هون. هلا نحن هون بلشنا بالمشروع مع شركة زينة، يعني اول المعلومات اللي عندنا كانت شركة زينة اللي هي جاية تستثمر. رجعنا عرفنا انه هالمشروع انتقل، اتخذ عليه قرض من بنك عودي بقيمة 8 مليون دولار، هالقرض اخذته شركة اسمها اوك هيلز. هلا حسب الاجتماعات اللي صارت لهلا الشركات اللي عم تعمل هالدراسة، عم بيقولوا انه هن بدهم يبلشوا على 5 سنين تفجير، يعني اعترفوا بهالشي، وهالتفجير بده يوطوا بمعدل 150 متر لسطح البحر. يعني نحن هون بمنطقة 550 متر صرنا فعليا ب 300-350 ماكسيموم، يعني هول مليونين متر بدهم ينزلوا 150 بدهم ينزلوا المليونين متر 150 متر نزول. اذا بتطلع انت على هالجمال اللي صاير هون، بده يصير في عنا قنبلة نووية. بتعرف شو قنبلة نووية؟ كيف بتنزل القنبلة النووية وبتمحي؟ بده يمحى كل هالجبال الخضراء، وهيدا المشروع لدولة الرئيس سعد الدين الحريري. هذه الفتوحات في الأرض هي نتيجة أعمال تقوم بها شركة لفحص نوع الصخور عبر هذه الحفارة، والنتيجة مذهلة لكسارة ومقلع وليس لاستصلاح أرض بغية زراعتها. عم نعمل دراسة للأرض، فحص تربة سنداج يعني. أوكي. هيدي شو بتنزل قديش؟ بتنزل هيدي بحدود 45-50 متر. كله صخر منيح مبين؟ إيه إيه منيح، كتير منيح. تراب بعد تحت الصخر ولا لا صخر؟ لا لا لا، كله عم يطلع لنا صخر، نحن بيطلع لنا كلاي أو تراب أو شيء نحن نرغي من نسجل. هو مشروع يشارك فيه عدد من الوزراء، واللافت أن وزير الزراعة أعطى شركة زينة إجازة لاستصلاح العقارات نفسها وجرى دفع الرسوم بحسب هذا المستند، لكن ما كشفه المهندس الملتزم في اجتماعه برؤساء البلديات يشير إلى كسارة، وهي تحتاج إلى مجلس وطني للمقالع والكسارات وموافقة وزير البيئة لتكون شرعية ووفق القانون، وهذا ما لم يحدث. لا شك أنه في طبخة، لأنه عملية مثل هذه ما في أوراق قانونية، إذا بدك يعني ما في شيء قاطع بالوزارات المعنية، لأنه لو عم يقطع بالوزارات المعنية مشروع مثل هذا بأي اللي بده مجلس وزراء، يعني بده يعمل ضجة كبيرة، مين عم بيغطي هالمشروع وكيف ولي ما حدا بيعرف. هي هنا عم بتحيلوا على القانون، عم بيقولوا عم بمرقوا بلا ما مرقوا بالبلدية، يعني عملوا هالمشروع ما كانوا مرئين بالبلدية. يسعى رئيس الحكومة الحالي والمكلف لتغيير معالم منطقة وتعريضها للخطر، وهذا ما ترفضه فعاليات المنطقة ورؤساء البلديات المجاورة. التفجير بده يصير هون، نحن البيوت تبعول ضيعنا هون بيوت تعمير. بتعرف شو بيوت تعمير؟ يعني ما فيها عواميد، يعني بكره اول لغم والثاني والثالث بتنهز بيقشطوا، يعني في عملية تهجير لأهل المنطقة.
هيدي بدنا نعالها كثير وبدنا ننتبه منها كثير. نحن حنطعم فيها مجلس شورى الدوله اذا وصلنا لحد هون يعني. نحن بنتمنى على الشيخ سعد يجي تشوف الموقع اكيد حيغير رايه. مليونا متر مربع عباره عن تلال سيجري حفرها بعمق 150 مترا وتدميرها بذريعه الاستصلاح الزراعي لتدر على الحريري وشركائه ملايين الدولارات بتراخيص ومستندات غير شرعيه ومن دون الرجوع الى المجلس الوطني للمقالع والكسرات. هذه التراخيص أخذت في حكومة استعادة الثقة. أي ثقة؟ وماذا سيسمي الحريري حكومته إن تشكلت؟ هادي الأمين، قناة الجديد. في بيت الوسط التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يرافقه وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال ملح مرييشي في حضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري. وتخلل اللقاء مأدبة عشاء غادر بعدها جعجع من دون الإدلاء بأي تصريح. التأليف والتشريع ولقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية جبران باسيل محط اهتمام لقاء الأربعاء النيابي. عقد لقاء الأربعاء النيابي على نبض لقاء المصالحة بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. لقاء هذا الأسبوع كان بحضور عوني لافت وغياب نائب القوات زياد حواط. بري أكد العمل بكل الطاقات للإسراع في تأليف الحكومة نظرا إلى دقة الوضع الذي نعيشه جميعا، آملا أن يتعامل الجميع بمرونة وبمسؤولية لتسهيل عملية التأليف والخروج من حال المراوحة التي تمر بها البلاد. ونقل النواب عن الرئيس بري قوله إن المادة 69 من الدستور واضحة لجهات حق المجلس النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الآن، لكن على الرغم من هذا الحق إلا أنه يفضل اتباع سياسة التروي كي لا تفسر الأمور على غير محملها. الرئيس بري يطالب اللبنانيين المعنيين بهذا الملف التواضع من أجل إنقاذ البلد. نقطع السطر الكلام اللي انحكى عن اللقاء اللي صار بين رئيس بري وبين الوزير باسيل بفرجي أنه في نية جدية عند الكل لعملية الوصول لحال تحت المحرر الموضوع الحكومي. مصادر نيابية مواكبة لمسار الاتصالات أكدت لا تقدم في الشأن الحكومي وأن كل الفرقاء لا يزالون متمسكين بتكليف الرئيس سعد الحريري وأن أحدا لم يطرح بديلا منه، ما يعني أن الحكومة ستكون حكومة وفاق وطني. لكن هذه المصادر استطردت قائلة إن ظاهر التعقيدات يشير إلى أن المسألة مرتبطة بعراقيل خارجية. هذه النقطة تقاطعت ومصادر أخرى بقولها إن الرئيس بري لا يرى أن شيئا يعوق التأليف في الشكل، ملمحة في هذا الإطار إلى أن رئيس المجلس بات يخشى العقد الخارجية. أما فيما يتعلق بلقاء بري باسيل فقد أكدت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء أنه كان جيدا وفتح صفحة جديدة، وأن باسيل عرض في خلال نقاش الشأن الحكومي أن فريقه يطالب بحقوقه في هذه المرحلة، وأن الرئيس المكلف يقرر المعايير التي يريد اتباعها، وأن من حقه الاستماع إلى كل الأطراف. لكن هذه المصادر ترفض في الوقت عينه اتهام الحريري بأنه يأخذ طرفا مع حلفائه التقليديين على حساب الآخرين، مشيرة إلى أنه بحسب أجواء الاتصالات الأخيرة أن الحريري يجري تقويما جديدا لملف التأليف على أن يخرج بنتيجة الأسبوع المقبل. المطارنة الموارنة يطالبون المراجع الرسمية بتجاوز المحاصصة والإسراع في تأليف الحكومة. في الديمان المقر الصيفي للبطريركية المارونية رأس الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذين أملوا بتأليف سريع للحكومة بمعزل من المصالح والمنافع الخاصة، محذرين من خطورة الدعوات لتشريع زراعة الحشيشة. وهم يهيبون بالمراجع الرسمية والسياسية تجاوز الخلافات الناشئة من المحاصصة وتوزيع الحقائب الوزارية وسواها والإسراع في التوصل إلى الاتفاق على صيغة لحكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات الداهمة ولا سيما على صعيد إدارة المرافق الحياتية ومكافحة الفساد والإفساد في الإدارات العامة. تثير أوساط سياسية موضوع زراعة حشيشة الكيف في لبنان يحرص الآباء على التأكيد أن هذا الموضوع
في غاية الخطورة لأسباب اجتماعية وأخلاقية شتى، لذلك تتطلب مقاربته دراسة أكثر موضوعية. ورحب المطارنة بقمة هلسنكي والرعاية الروسية لعودة السوريين إلى ديارهم، ونبهوا المعنيين إلى وجوب الاعتناء بهذا الملف من دون لحظ أي استثناءات لأسباب سياسية. جسر الفدار يهدد السلامة العامة، والبلدية تتواصل مع وزارة الأشغال. بات للفدار شلالها، شلال ليس من صنع الطبيعة بل من صنع إهمال الجسور في لبنان. جسر كتير قديم، يعني أكيد عمره 60-70 سنة على الأكيد. جسر الفدار مثال عن جسور عدة في لبنان تهدد السلامة العامة، وبلدية الفدار تؤكد تواصلها مع وزارة الأشغال بشأن هذا الملف. أكيد هذا الجسر بشكل خطر على السلامة العامة، ووزارة الأشغال مع خبر وكتير عم تساعد وتكون إيجابية. بعتنا لهم طلب، طلبوا منا نعبي طلب ونقول إنه هذا الجسر بشكل خطر على السلامة العامة. الظاهر على المي عم تعوم بقلبه على الزفت، بده تزبيط، والمدير العام كان كتير متجاوب اليوم متفهم. جسر الفدار، الكولا، الدورة، نهر الموت وغيرها تحتاج جميعا إلى الصيانة الفورية بحسب الخبير بالسلامة المرورية كامل إبراهيم. واقع الجسور بلبنان هو مثل واقع طرقاتنا، دائما في غياب للصيانة نظرا لعدم وجود اعتمادات من قبل وزارة الأشغال لصيانة الطرق والجسور بشكل عام. غير جسر الفدار عندنا جسر الكولا في بعض المشاكل عليه، جسر الدورة، جسر نهر الموت، في حادث صار على زوق مصبح، جسر زوق مصبح من 10 ايام لازم ينعمل صيانة فورية للأضرار اللي صارت على هذا الجسر. كرمال هيك المطلوب اليوم مهندسي وزارة الأشغال أنه يروح ويبرموا على الجسور يشوفوا وين في مشاكل بهذه الجسور وينعمل لها صيانة، ما تكون مرتبطة بس بتقارير إعلامية عم تنعمل. مطلوب اليوم أنه يصير عندنا حكومة جديدة، الحكومة الجديدة تحط واقع طرقاتنا من على سلم أولويات ليكون عندنا طرقات آمنة. الحكومة المنتظرة مطالبة بتنفيذ خطة حقيقية تخدم السلامة المرورية، والجسور كلها معلقة على سلامة التأليف. ليال بوموسى، قناة الجديد. بعد الفاصل، من الداخلية إلى الحديقة الخلفية. أهلا من جديد. لبنان بحاجة إلى أكثر من قرن، لماذا؟ يمكن 100 سنة؟ هيك شيء؟ 100 وأكثر. كم سنة؟ قصدك كم قرن أنت أكيد؟ وكتير سنين، أعطينا عدد سنين. ما في أعطيك لأنه بعتقد أنليمتد. شيء 100 مليون سنة. مش بهال 100 سنة لقدام. ما بحس بتصير. 100 سنة، منيح. نقول مثلا 200 سنة، 200 سنة تنقول. شيء 100 على القليل. ليس مستغربا الكلام عن 100 عام ولا مبالغا فيه. ولكن ما هو الذي يحتاج إلى كل هذا الوقت؟ هو التمثيل مناصفة بين الرجال والنساء تحت قبة البرلمان اللبناني. 116 عاماً هي المدة المتوقعة للوصول إلى تمثيل برلماني يساوي بين الرجل والمرأة إذا ما ظل الدفع على هذه الوتيرة، وذلك بحسب دراسة أجرتها منظمة المرأة العربية استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية. وبجردة سريعة لتاريخ التمثيل النسائي في البرلمان، يمكننا ملاحظة أن 6 نائبات هو أكبر عدد تمثيل، وكانت أول مشاركة للمرأة عام 63 عندما انتخبت ميرنا أميل البستاني بعد وفاة والدها أميل البستاني. وانقطع التمثيل حتى عام 92 فانتخبت بهية الحريري ونايلة معوض ومها الخوري أسعد نائبات، وظل التمثيل حكرا على 3 نساء. بقيت الحريري ومعوض ثابتتين، والثالثة كانت متبدلة حتى ارتفع تمثيل المرأة إلى 6 عام 2005، وتقلص إلى 4 عام 2009، وعاد ليرتفع إلى 6 نساء عام 2018. قرن وربع قرن هي المدة المتوقعة، مدة على المدى غير المنظور، فمن منا باق إلى ذاك الزمن ليعرف ما إذا ستحقق المساواة أو لا. وحده نوح عادل بين الجنسين وخلد. لعل سعد، قناة الجديد.
وزير الداخلية السابق مروان شربل يجعل من حديقته مثالا لوطن يريده ويوجه رسالة إلى المواطنين. هلا شفت هودي اللي عم بيصرخ اسمه الفرعوني، الدجاج الفرعوني، هيدا أليرت يعني أنا بستعمله، يعني أي لا سمح الله إجا شي واوي أو شي كلب أو شي دغري بيصرخوا. هودي أمنياتك يعني. أمنيات هودي هاو حمين الدجاجات. بسيطة أمنيات الوزير السابق مروان شربل، حريص على الاهتمام بحديقته وبأشجاره المثمرة ونباتاته ودواجنه. هنا في الحزمية حول الأرض المائلة هذا إلى جلول زاخرة بالحياة، يجول بحماسة واندفاع ويعتني بكل التفاصيل. مش كل بيضة بتفقس، هلأ منضوي عليها منشوف إذا فيها نقطة سوداء بتكون هيدي بتفقس. الحكومة بتفقس ولا لا؟ الحيرات بتفقس الحكومة، خلينا يبعثوا وراي يفقس لهم. كأن السياسة أنهكته، فوجد في حديقته صورة مصغرة عن وطن يريده. اللي عنده 100 متر بس أرض يحط الجيش تاني، بيستفيد من بيضات من البيض تبعه، وما بيكب زبالة لأنه دجاجة وحدة بتاكله بتاكل كل اللي بيبقى من الأكل من عنده، كل المواد الأورجانيك. اللي عنده 100 متر، هلا مش كل العالم تقدر تعمل هالشيء هذا، نحن عندنا مساحة أرض هذه للجنينة للبناية حق مشترك، بس أنا عم بستعملها بطلب منهم، يعني ما عندنا بهالبناية الزبالة اللي بيكبوها العالم بالطرقات. سياسة بيئية يتمنى شربل لو يطبقها غيره من المواطنين، هذا بالنسبة إلى النفايات العضوية، أما تلك غير العضوية فلا ترمى أيضا، بل تبادر زوجته إلى إعطائها للجمعيات المختصة من أجل استثمارها مثلا في صنع كراس مخصصة للمقعدين. نحن ما منكب الزبالات، دونك أنا بعربهم الكرتون لوحد، البلاستيك لوحد، البوشونات لوحد، الحديد، الإزاز كله لوحد، كله له محل بيروح عليه، بتيجي جمعية بتاخده، وكذا جمعية مش جمعية واحدة، البوشون لمحل والإزاز لمحل وكل واحدة، حرام ما نكبهم بالزبالة ويروحوا دعان، بهالطريقة بكون عم نساعد الدولة وعم نساعد حالنا ونساعد البيئة. لعل شرب لا يهمه إطلاعنا على ما ينتجه من الأرض بقدر ما يهمه تنبيهنا على بعض ما يباع في السوق. بدي ذوقك الخيارة من عنده. وأعطاؤنا تجربة حية في التخلص من النفايات والاستفادة منها في بلد عائم فيها. غدي بموسى، قناة الجديد. خلاف في بلدة جديدة يؤدي إلى إقفال الكنيسة في وجه أهالي البلدة وكاهن الرعية. للمرة الأولى في لبنان يعلق العمل بكنيسة، أي أنها أقفلت بوجه أهالي البلدة وكاهن الرعية. ففي بلدة جديدة البقاعية أصدر مطران زحل وبعلبك وتوابعها أنطونيوس الصوري قراراً يقضي بإقفال كنيسة القديس جورجوس حتى إشعار آخر. عليه نفذ أهالي البلدة اعتصاماً في باحة الكنيسة منددين بالقرار ومطالبين بالعودة عنه. كنيسة مارجوليوس بالخاص وبالذات اللي هي بجديدة هي بتخص البقاع كله، بتخص لبنان كله. مارجوليوس ما بتتسكر كنيستها أبداً أبداً. عيب حدا يقول أو يفكر يسكر مارجوليوس، هذا الكنيسة عمرها 500 سنة. الظلم يلي لحق أبونا بولس ونحن هذا شيء يلي ما منقبله. أبواب كنيسة مارجوليوس ما بتتسكر وأبونا بولس ما بيفل من جديدة. نتقدم منكم بهذا البيان مسجلين اعتراضنا التام على القرارات التي تم اتخاذها، طالبين منكم صاحب السيادة بقلبكم المملوء حباً ورحمةً العودة عن قرار إقفال كنيسة القديس جواريوس في جديدة. واللافت أن القرار يرتبط بانقسام حول كاهن رعية الروم الأرثوذكس بولس حداد، فالقرار أتى بناء على شكوى كان قد تقدم بها بعض أبناء البلدة مطالبين بمغادرته، في حين تضامن معه جزء آخر. فيبدو أن ليس الدين وحده يتدخل في السياسة، بل العكس صحيح. الاحتفال بعيد الجيش امتد على مساحة الوطن وفي البحر كما في البر. من أمام الشاطئ الذي وصف يوماً بالشاطئ الذهبي انطلقت قوارب الصيادين في استعراض بحري قدموه تحية للجيش اللبناني في عيده 73.
المسيرة البحرية التي نظمتها تعاونية صيادين أسماك في سان سيمون الجناح توجهت نحو صخرة الروشة حيث ركنت القوارب وأطلقت مفرقعات نارية. نحن بنحيي البحرية تعيد الجيش لأنه بالفعل الجيش وبحريته يعني كتير 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 مسهلين الأمور يقلنا كصيادين سمك، عشان هيك نحن بنحب الجيش والجيش بقلبنا ونحن على طول مع الجيش. الصيادين سمك منطقة الجناح ولا بأي منطقة هني مع الجيش. هي ليست المرة الأولى التي ينظم فيها صيادو سان سيمون الجناح مسيرة كهذه، فبعد انتصار فجر الجرود سارت القوارب أيضا تحية للجيش. وهذا أقل شيء أن نشارك فيها، لأنه الجيش حامل وطن وحامل سلم، واللي عمله ما حدا عمله قد جيش لبناني. لو ما جيش لبناني ما في لبنان. وهذا أقل شيء بنعمله قدامهم أكيد، يعني شو ما عملنا بنكون مقصرين. كقبطان السفينة يصل الجيش بالوطن إلى بر الأمان، وفي عيده 73 تحية إلى الجيش حامل حمى برا جوا وبحرا. جوال حاج موسى، قناة الجديد. شعبة مكافحة المخدرات تصادر كميات كبيرة من حبوب الكابتاغون في مرفأ بيروت. ضبطت شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون تناهز مليوني حبة، كانت مخبأة في أقفاص فواكه بطريقة محترفة وضمن شاحنات أتية من سوريا عن طريق الترانزيت لتصديرها عبر مرفأ بيروت إلى دول عربية عدة. وأعلنت الشعبة في بيان مباشرتها التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص على أن تسلم البضاعة مع الموقوفين لمكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني. وضبطت شعبة المكافحة في الضابطة الجمركية في مرفأ بيروت نحو 500 كيلوغرام من لحوم الدجاج المهربة من دون تبريد ضمن سيارة فان كانت معدة للتوزيع والاستهلاك في عدد من المناطق اللبنانية. وقد جرى توقيف المهرب وحجز السيارة بناء على إشارة القضاء المختص، والتحقيقات جارية لكشف المتورطين في هذه العملية والعمليات السابقة. بعد الفاصل الملك يصوب البوصلة. أهلا بكم من جديد. أطلق الأردن منصة إلكترونية للعمل على تنفيذ توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الذي تبرع بتوفير 10,000 فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات من الأردن، إضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحية في المملكة، وذلك لمساعدتها على تخطي أزمتها الاقتصادية. وكان الأردن قد تلقى مساعدة أيضا من السعودية والإمارات والكويت بلغت 2,500,000 دولار على شكل وديعة في البنك المركزي الأردني وبدعم سنوي لميزانية الحكومة لمدة 5 سنوات، وذلك على غرار ما تلقته إثيوبيا من أبوظبي التي قدمت وحدها إلى الحكومة الإثيوبية 3 مليارات دولار، 2 منها استثمارات والمليار الثالث وديعة في المصرف المركزي. الملك سلمان يعيد تصويب البوصلة نحو القدس. في تقرير تناول التحول في الموقف السعودي تجاه ملف فلسطين وصفقة القرن لموقع آيرش تايمز الإيرلندي، جاء فيه أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز شدد في موقف لافت على أن بلاده لن تقبل أي خطة سلام إقليمية تخفق في معالجة وضع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 67 وخصوصا مدينة القدس الشرقية. وأكد في بيانه حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وكذلك شدد على التزام الرياض خطة السلام السعودية التي طرحت في مؤتمر القمة العربي المنعقد عام 2002 في بيروت، الداعية إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية التي احتلت في حرب حزيران من عام 67، وفي مقابل إقامة علاقات سلام طبيعية مع الدول العربية. وجعل الملك موقف بلاده واضحا في تصريحات علنية وتأكيدات للقادة العرب. وفي أثناء المحادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافد
لصفقة القرن، تلك التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستندة لتفسير رئيس مجلس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وهذا ما أكده الملك بقوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس: لن نتخلى عنك، إننا نقبل ما تقبله ونرفض ما ترفضه. ويعد هذا الموقف الذي يصدر عن أعلى سلطة رسمية ومعنوية في المملكة تحولا كبيرا في مسار الرياض بعد تقاطع الأنباء عن تنسيق سعودي من أجل هندسة صفقة القرن التي يرعاها جاريد كوشنر سهر ترامب، ومن شأنه أيضا أن يصوب النهج الأخير للمملكة ويعيده إلى مساره المفترض في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما سيدفع إلى تصحيح صورة المملكة إثر التشويه الكبير الذي لحق بها فيما يتعلق بقضية العرب الأولى فلسطين. مئات الأطفال السوريين في ظلام الأمية. بعد انخفاض نسبة الجهل والأمية عام 2007 إلى 14%، أعادت المعارك العسكرية الأخيرة في ريف إدلب في الشمال الغربي لسوريا رفع نسبة الأمية في المناطق الشمالية لمحافظة إدلب. ويعد قطاع التعليم واحدا من أبرز ضحايا العمليات العسكرية في سوريا منذ أكثر من 7 سنين، فقد حرم مئات الألوف من الأطفال إكمال تعليمهم، فيما فشل بعضهم الآخر في البدء به أساسا. وأما عن الوضع في الشمال السوري فهو مزر لدرجة العدم. وسكننا في خيم والفصائل تقاتلت في بعضهم وبعدونا الخيم ولجأنا في التشول ونمنا. عملناه مبادئ الكتاب والقراءة وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء. وبتضرر المؤسسات التعليمية من جراء المعارك بين قوات المعارضة وقوات النظام، ثمة أطفال تأخروا كثيرا عن أقرانهم في المدارس وباتوا من عداد الأميين، ما دفع عددا من المتطوعين إلى إنشاء مدرسة ضمن مخيمات شرق مدينة إدلب ضمت 4 خيام يعلمون فيها الأطفال لإلحاقهم برفاقهم وعدم استغلال أي جهة سياسية وعسكرية لهم. إن مدرستنا لا تتبع لأي جهة معينة، والهدف من هذه الفكرة، فكرة المدرسة، هو التعليم ومحو الأمية لهؤلاء الأطفال. طبعا الكادر التدريسي يقوم بعمله وبواجبه التعليمي بشكل حيادي وشفافية بعيدا عن كل السياسات والإيديولوجيات الموجودة في المنطقة. كما الهدف من هذه المدرسة أيضا هو إبعاد الأطفال عن طريق التطرف والانسياق نحو العنف. طلب من الأهالي الطلاب النازحين قمنا بإنشاء بعض الخيام لإعادة تأهيل أبنائهم وتعليم مبادئ القراءة والحساب. العمل هذا هو عمل تطوعي وقام به تجمع غوث التطوع الموجود في هذه المنطقة. وتبقى أحلام السوريين منتهكة بين الحرب واللجوء، ويبقى سؤال كثير منهم: أأشتري دفترا لابني أم رغيف خبز؟ خواطر وتساؤلات تتوارد في ذهن ومخيلة عدد كبير من السوريين ممن كانوا وقودا لنار حرب لم تنطفئ. وننتقل إلى فن الخبر مع الزميل عمر خداش. سعيدة، بمناسبة عيد الجيش أهدى الفنان معين شريف بالاشتراك مع كل من الفنانة كارول عون والملحن جهاد حتشيتي أغنية جديدة تحت عنوان عطيته للكرامة لون. هيدا العمل من كلمات إميل فهد، توزيع وتسجيل وليد قبلان، وإضافة جديدة على الرصيد الكبير من الأعمال الفنية الوطنية للفنان معين شريف. ضلت هالبدل الخضراء سطر للمجد حكاية، واسمع لدعسات النصر عم ضل البكرة الجاية. ضلت هالبدل الخضراء سطر للمجد حكاية، واسمع لدعسات النصر عم ضل البكرة الجاية. جاي 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 يا حامي وحدة شعبنا، انت الوحيد اللي بالوطن يلي منحبك كلنا. يا جيشنا ويا جيشنا يا حامي وحدة شعبنا، انت الوحيد اللي بالوطن يلي منحبك كلنا.
توفي يوم الاثنين الخطاط والنحات اللبناني العالمي فارس ملاعب، يلي يعد واحد من كبار الفنانين اللبنانيين والعرب، ممن قدموا إسهامات مهمة على مستوى فن الخط العربي. ونعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غطاس خوري الراحل، مشيرا إلى أنه لبنان والعالم فقدوا برحيله رائدا من رواده كانت له بصمته المميزة. وكانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية سبق ومنحت الراحل لقب صاحب الأرقام القياسية في الكتابة النحيفة، كما أنه أعماله موجودة في العديد من المتاحف العربية، وأدرج اسمه في موسوعة جينيس في العام 1988 عن إنجاز دقيق هو عبارة عن لوحة فضية كتب على وجه واحد منها كتاب كامل باللغة العربية احتوى على 20,000 كلمة. وما تمكن حتى اليوم أي فنان أو خطاط في العالم من كسر هذا الرقم القياسي. كما أنجز الراحل أيضا الكثير من الأعمال على أشياء دقيقة بحجم حبة السمسم وحبة الرز وحبة القمح، وصولا إلى انتزاع شعرة واحدة من رأسه كتب عليها 58 حرف إنجليزي، وهي محفوظة حتى اليوم في متحف مدينة فانكوفر في كندا. مع الخبر المؤسف مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها. منشوفكن، باي باي. وإلى ترانز والزميلة نور صومة. مرحبا. مواقع التواصل الاجتماعي كلها عيد الجيش اللبناني، واحتفالا بهالمناسبة عبر اللبنانيين عن حب وتقدير لجيشنا القوي، وعبر هاشتاج عيد الجيش اللبناني اللي تصدر الترندز على موقع تويتر انتشرت الصور والمعايدات والأناشيد. وبالرغم من كل المشاكل يلي واقع فيها البلد ويلي عم بيختلفوا عليها اللبنانيين، الأكيد هو انه الكل متضامن بعيد الجيش، والكل حط الاختلافات على جنب وكتب وعيد جيشنا اللبناني من سياسيين وفنانين وناشطين على السوشيال ميديا. ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شاب لبناني بعد إساءته للكويتيين والخليجيين ببث مباشر عبر حسابه على إنستغرام. وظهر الشاب اللبناني بالفيديو عم بيرد على أسئلة المتابعين ويحكي باللهجة الكويتية، وقال جملة مهينة للخليج أثارت موجة من الغضب بالكويت، إذ طالب عدد من الناشطين والمحامين بالقبض على الشاب. وكان الشاب اعتذر على يلي صدر منه قبل ما يتم إلقاء القبض عليه، وهو حاليا بانتظار معاقبته. فلح تقول لي يتفلسف ويبرد يقول لي على ليش سولف كويتي، كلش مو فخر لي. نص الثاني دركي هذا انت. ضحكني هالكلمة والله والله صدق. يبيلهم دهر، الخليج يبيله دهر يلا يتطور، تفكيره هذا العالم. وإلى أخبارنا التقنية وتطبيق فيسبوك وإنستغرام يلي أعلنوا عن ميزة جديدة بتسمح للمستخدمين يسيطروا على حالهم باستخدام الموبايل وتحديداً هالتطبيقين، وهالشي رح يصير عبر فيتشر التايم ويل سبنت يلي بتعرض قدي قضى المستخدم وقت على فيسبوك أو على إنستغرام يومياً وأسبوعياً، وبتسمح أيضاً بتحديد الوقت يلي حابب فيه الشخص يتصفح المواقع عبر تايمر بخبره لما ينتهي الوقت. لهون منكون وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنوانات انقسام حول جواز التشريع مع حكومة مستقيلة. أيضا في النهار موسكو إيران ابتعدت 85 كيلومتر عن الجولان. ننتقل إلى الأخبار، وفيها الأخبار في ريف السويداء بعد المجزرة درع واق من الأهالي والجيش، مهمة أمريكية سرية جدا في بيروت. في الأنوار لهذا اليوم عون يريد حكومة تمثل الجميع والحريري يتشاور مع جعجع. أيضا في الأنوار ممثلا السعودية والإمارات أو ممثلا السعودية والإمارات يقدمان التعازي إلى جملات بشهداء جبل العرب من قتل الشابين اللبنانيين في أستراليا. ننتقل إلى الديار، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يرأس احتفال تخريج الضباط في ذكرى 73 للجيش. جملات ومعركة مع الرئيس الأسد، سوريا ليست مهمة بالتفاصيل اللبنانية، باسيل يستيقظ على مرجعية بري، الحريري وحلفائه يفتشون عن ضمانات، وحزب الله لا يبدد هواشسهم، قاتل أحد يمكن أن إذن
ينذر الرئيس المكلف. هذا ما كان في الديار، ننتقل إلى المستقبل. أكد عزمه مع الرئيس المكلف على إنهاء أزمة التأليف، وجعجع يستعرض المستجدات في بيت الوسط، عون يلاقي الحريري لا حكومة أكثرية. في عناوين، 7 معابر روسيا لعودة اللاجئين إلى سوريا أيضا في المستقبل. وننتقل إلى عناوين البناء، سوريا تستعد عسكريا لتحرير الطريق الدولي إلى حلب وصولا إلى إدلب، لأن لا ثقة بتركيا. عون يدعو في عيد الجيش للتواضع في المطالب وإنصاف في التمثيل لتسريع الحكومة. بري يسعى لتدوير الزوايا الحكومية كزعيم للأغلبية النيابية بعد التفاهم مع باسيل. في عناوين صحيفة اللواء، لا أجوبة على مسودة الحريري، وعون يتعهد بتجاوز الأزمة. تصعيد إرسلاني جملاطي على خلفية وزارية وسورية، وجعجع في بيت الوسط. ننتقل أيضا إلى الجمهورية، الحريري لن أقبل بأن يهزم جملاط، ضباط دورة فجر الجرود. وأخيرا مع الشرق الأوسط، التي عنونات تنسيق بين التحالف والمجتمع الدولي لضمان استمرار الملاحة في باب المندب. المشاورات اليمنية تعود إلى جنيف مطلع سبتمبر. بومبيو سيلتقي جاويش أوغلو لبحث قضية القس. واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين تركيين. ملك المغرب يعفي وزير الاقتصاد والمالية. البرلمان لاستجواب روحاني، والاحتجاجات تتمدد. في النشرة، النقل البري إلى الإضراب اليوم، عون لخريجي دورة فجر الجرود، بل انتصار في معركة ضاع هدفها وبدأ ضرب النار داخل الخندق. بري يسحب المادة 69 من الدستور. الرئيس بري يطالب اللبنانيين المعنيين بهذا الملف التواضع من أجل إنقاذ البلد. نقطع السطح. بعد البحر كسرت آل الحريري تردم السهل. كيف بتنزل الإمبراطورية بتمحي بدون ما حكي لها جبال الخضر، وهذا المشروع لدولة الرئيس سعد الدين الحريري. شلال فوق جسر الفدار الآيل للسقوط. دائما في غياب للصيانة نظرا لعدم وجود اعتمادات من قبل وزارة الأشغال. ختام نشرتنا الصباحية، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم عند 10:30 ضمن الحدث. إلى اللقاء.